هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليكونن أقوام من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها. يعني هو ما بقول لك اشرب خمر، لو قال لك اشرب خمر شو بتقول له؟ حرام، اتق الله. فحتى يمشي لك الحرام شو بيساوي؟ بيسميه باسم آخر. اشرب مشروب. شو مشروب؟ مشروب. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حرام خمر، لكنه يسميه باسم ايش؟ مشروب. أو هذا مشروبات روحية، هاي عشان روحك ايش؟ يعني تنبسط مع الشياطين، مع في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبقول لك مشروبات ايش؟ روحية. أو هذا بنسميه ايش؟ عبارة عن هذا شيء لعدل الدماغ وعدل العقل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يذكر لي أشياء محرمة في هذا الزمان يسميها الناس بغير اسمها؟ واحد، نعم، الربا يسمونها فائدة. وين رايح؟ رايح على البنك. شو رايح تساوي؟ بدي أخذ الفائدة. فائدة ايش؟ هذا ربا يا شيخ. والله يعني خلينا نغير الاسم، نسميها ايش؟ فائدة. فبالتالي هي الربا، لكن يغيرون اسمها حتى يتقبل الناس ماذا؟ الحرام. اذا هذا مثال اخر، الخمر غيروا اسمها وسموا البيرة ايش؟ مشروب شعير من غير كحول، وهو بيرة، مجرد التخزين يصبح فيه كحول ويبدأ يشرب ويقول لك أنا مش عارف ليش مبسوط، أنا حاسس يعني عقلي طاير. هو فعلا طار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا ثلاث، نعم، يسمون الرشوة هدية. أحسنت، هذا مثال ثالث، انه بدل ما يقول لك انت مرتشي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش في رواية، فبقول لك انا بقدم لك شو؟ هدية. ملعون. طيب احسنت، اذا ثلاث اربعة، ممثلين واللاعب يسمون نجم وفنان. نعم، الرقاصة والممثل بسموه ايش؟ نجم. وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. يعني هذول سبب هدايتنا مين؟ الرقصات والمغنين والممثلين، فعلا يهدوننا الى النار. ولا مين يهدوننا الى ايش؟ الى النار. ومع انه بعض العلماء يقول في اللغة الفنان هو الحمار. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فإذا تنبهوا إلى هذا الشيء. وحقيقة في هذا الزمان إخواني في الله، إذا حدث سياسي قال بيساووا مقابلة مع مين؟ مع الرقصات والمغنين والممثلين. شو تعليقك على أحداث غزة؟ ما شاء الله، الرقاصة هي اللي إيش بتعطينا الصافي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب في عنا علماء زلمه بل هم مش متابعين هذولا. عمركم شفتوا فضائية في هذا الزمان ساوت مقابلة مع شيخنا مشهور حسن عن الأحداث اللي بتصير على الساحة؟ الجواب ما في. ليش؟ ملوش متابعين. قديش متابعينك؟ 10-20 ألف. الرقاصة هاي متابعينها 5 مليون. فكلمة الرقاصة مسموعة أكثر من مين؟ من العلماء. وهذا من انقلاب الموازين. أما هذاك اللي قاعد بطبخ، طباخ اللي متابعين 20 مليون، فمسويين معه مقابلة كونك بتطبخ أنت بدنا نستفيد منك، شو اللي رأيك في هذا؟ قال والله طبيخ وقايم، يعني بدي شو أسوي لك يعني؟ طبخة وقايم في غزة يا رجل، مش عارف يعبر حتى عباراته عن غزة عن ايش؟ عن الطبيخ.
انقلاب الموازين وتسمية الأمور بغير اسمها. مين يعطينا برضو إشي آخر يسمونه بغير اسمه؟ الاستهزاء بالدين والقول بأقوال كفرية يسمونها حرية التعبير. نعم، يسمون حرية التعبير على ماذا؟ يسمون حرية التعبير عندما يريد الإنسان أن يحرق المصحف، يريد أن يسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يريد يرسم كاريكاتير يسخر من الإسلام والرسول، هذا إيش؟ حرية، حرية. طب منا هذا الفنان اللي بتحكي عنه كاريكاتير بدنا إحنا نرسمه ونسخر منه؟ لا، هاي تعدي على الحدود الشخصية. أما الرسول العادي رب العالمين والعياذ بالله. فانقلاب الموازين، فأصبح التهجم على الدين يسمى إيش؟ يسمى إيه؟ يسمى حرية، وحرية التعبير. انقلاب الموازين. سبعة، يعني هذا، نعم هذا تعبير ابن القيم، يعني قال ابن القيم الغناء والمعازف غذاء الروح، والقرآن غذاء الروح، فأحدهما يطرد الآخر بمقدار ما بتحب قرآن بتكره الأغاني والمعازف، وبمقدار ما بتحب معازف بتطرد إيش؟ القرآن. فلكن هذا يعني بزبطش مثال، مثال أحسن، تفضل. نعم، بعض النصابين، ف هذا كلام صحيح، فبعض النصابين والعياذ بالله يسمي حصوله على المال بالحرام يسمونه مهارة وشطارة، وهو كلام صحيح، لأنه الشاطر في اللغة هو قاطع الطريق، فهو يسمي نفسه بالاسم الصحيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، مثال آخر، تفضل. أحسنت، هذا أشهر مثال. التبرج تطور وتحرر، فبالتالي هذه المرأة المتبرجة هذه امرأة إيش؟ متطورة، متحضرة. شو مالها؟ متورطة، متطورة، هي متورطة حقيقة وليست هي إيش؟ متطورة. وأيضا اختلاط الجامعات والعمل تكون زمالة بين، نعم، الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعراس، في العمل، في الدراسة، يسمونها صداقة وعلاقة اجتماعية. ما في مشكلة أتعرف على مرتك وأنت تتعرف على مرتي، فإحنا مندردش مع بعض، لأنه هاي إيش؟ صداقة، وهاي إيش؟ زمالة، وهاي إيش؟ قلة حياة وإجرام وباب إلى الزنا، هذا التعبير الشرعي. بس هم ما بيسموه هيك، يسمونه بغير اسمه. ليش بتحكي مع البنات؟ هاي زميلتي. ليش بتحكي مع فلانة؟ هاي رفيقتي في العمل. عشان هيك الذي يريد أن ينجو عند الله لا يعمل في مكان في نساء، لا يعمل في مكان في نساء. نعم، تفضل. استقامة ولداية تشدد. نعم، فلان متشدد. لما يا أخي؟ خمس صلوات في المسجد، هذا شو ماله؟ متشدد. ليش؟ بصلي خمس صلوات في المسجد. طب شو كمان يا زلمه؟ لو بدي احكي لك كمان عنه اشياء اكثر، شو مال؟ اطلق لحيته يا رجل، اطلق لحيته، هذا شو ماله يا زلمه؟ بده طخ. ليش؟ متشدد. طب شو سوى في مرته يا زلمه؟ يا زلمه لبسها مش مبين منها ولا اشي، وهذاك يعني خفف بين وجهها وكفيها. يا زلمه شو هذا؟ يا زلمه شعره ما شفنا لهسه لغايه الان. إذا أنا 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 أخوي ما أشوف شعر مرته، يزم شوف التشدد هذا، والعياذ بالله. فسموا الاستقامة والهداية
تشددا. والتشدد هو أن تنسب إلى الدين ما ليس منه، فالمحافظ على الصلوات الخمس في المسجد من الدين، وإطلاق اللحية من الدين، والحجاب من الدين. فهذا افتراء على هؤلاء القوم، لكنهم يريدون هذه العبارات حتى ينفروا الناس من دين الله جل في علاه. نعم، أمثلة جميلة جدا، تفضل. نعم، الربا يسمى فائدة، لكن انتقل إلى شيء آخر، أنه نسبوها إلى الإسلام. يعني هذا مثال بالضبط كويس لكنه قريب. أحسن من هيك، تفضل. نعم أحسن، يسمون المكان الذهاب إلى أماكن الحرام ترفيه عن النفس. وين رايح؟ والله رايح عند الرقصات. ليش؟ هذا ترفيه عن النفس، هذا ترفيه عن النفس. والله يا خوفي إنك تموت سكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالتالي يسمون الحرام ترفيه عن النفس. شو مالك؟ والله بسمع في أغاني. ليش؟ هذا يا شيخ ترفيه عن النفس. شو بتساوي؟ قاعد برقص. والله نجنب المرأة. لا، هذا إيش؟ ترفيه عن النفس. شو بتساوي؟ حتى والعياذ بالله ظهر واحد عند الكفار، والحمد لله نص الله أنه ما يصل بلاد المسلمين، ساووا معاه مقابلة واعترف أنه كان يقتل الناس ترفيعا عن النفس. قال لك أنا أتلذذ، برفع عن نفسي، بطخ واحد كل إيش شهر، وانمسك بعد ما قتل أبصر كم واحد. يا جماعة ما بنفع درس وتوزيع، يعني الله يجزيكم الخير وقت الدرس انتباه، اما نقعد نشرب شاي، انتم من غير على الواسطه مش مركزين، نقعد نشرب شاي وقهوه درس. هذا ايضا من انقلاب الموازين، سموها خدمات وايش، وهي تعطيل الدرس. تفضل. احسنت. ايضا السحر والشعوذه بيسمونها العاب خفه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر من أسباب الكفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، فإيش بسمونها خفة ومهارة. أحسنت، مثال جميل جدا. تفضل أنت فريديز صغير. اسميت الغش المساعدة. نعم أحسنت، أيضا هذا بقولوه في المدارس، في مساعدة صديق، مساعدة صديق وهي الغش. أحسنت، كلام صحيح. في الامتحانات غشيت؟ لا، بس استعنت بصديق. شو استعنت بصديق؟ أنت نصاب على المدارس وعلى الغشاش. أحسنت، مثال جميل، والله منألف كتاب فيها، يعني الأمثلة كل ما بتحلو. أنت عمو سميت ايش؟ يعني هذا اذا ما تحكي الملبس عليهم احسن من هيك. تفضل. يا زلمه انت انا الشيعة وهذا احنا الناس الشيعة. ايش؟ احسنت، هذا جميل جدا. فالان يظهر قوم ويسمونهم النورانيين، المفكرين، أصحاب الفكر والفهم، وهم إيش؟ يطعنون في دين الله. شو مالك أنت؟ أنت تطعن في الدين؟ لا، لو سمحت أنا نوراني. أنت مش نوراني، أنت نوري. أنت بتفهمش عفوا شو أنا حكي. المهم، فبالتالي هو إيش؟ يسمي نفسه نوراني. شو بتسمي حالك؟ مفكر. انا مفكر. انت بتفكر؟ والله عفوا انت تفكيرك غلط، بدناش نعلق اكثر، بلاش حدا يضحك هسه. فبالتالي انتبهوا. نعم هذا احسنت، مثال جميل، والله الشاب هذا صار معطي
ثلاث أمثلة جميلات. تفضل. الشورى الديمقراطية بيسموها شورى. نعم الديمقراطية دين ومن لا دين له، يعني دين قائم بنفسه وبالتالي لا صلة له بالشورى. الديمقراطية ما بصير تنزل أحكام الشرع على التصويت، عندما يحكم الإسلام الخمر حرام ما بصير ننزل على التصويت نشربها ولا لا، نفتح محلات ولا لا، لأنه الحكم لمين؟ للشرع، إن الحكم إلا لله حرام، فكيف تسمونها شورى؟ برضو مثال جميل. أحسنت. تفضل. تسمية اللباس غير محتشم موضة، هو هذا زي التحرر والموضة وما شابه. على كل حال رجعنا إلى ماذا؟ أن كثير من الباطل إذا أردت أن تمشيه فسمه بغير اسمه، سمه بغير اسمه. لذا سموا الخروج على الحكام والفتنة التي حصلت في ديار الإسلام سموها بالربيع العربي، وهو تصحر وليس بربيع ولا خريف حتى، فسبب قتل العباد وإهراق الدماء وهتك الأعراض وارتفاع الأسعار. والمشكلة إخواني في الله أن بعض الناس لغاية الآن يدافع عن التصحر العربي، وكلما كان شباب صغار فهذا أسهل ما يكون أن يكون وسيلة لقتل العباد، لقتل العباد وتدمير البلاد. فلذا عليكم بمتابعة الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشرات الأمثلة نستطيع. الآن يسمون تخريب البلاد نصرة لإخواننا في غزة، ولا صلة له بالنصرة لا من قريب ولا من بعيد. تفضل. كيفية الوقاية من هذا؟ نعم هو العلم. أحسنت. فلا نقي ولا نقى من هذه الأمور إلا كما ذكرنا إلا بالعلم والجثو بالركب بين يدي العلماء، حتى يحذروننا من هذه الفتن ومن هذا الباطل.